مرحبا بكم أيها الطلاب الأعزاء في يوم جديد ودرس جديد من دروس اللغة العربية نبدأه معا بهمة ونشاط. درسنا اليوم هو من دروس اللغة العربية أو من دروس القواعد العربية، هو الدرس الخامس في كتابكم وعنوانه صياغة الفعل المضارع. طبعا صياغة الفعل المضارع هذا لا يعد درسا جديدا عليكم، ولكنه سيكون مفصلا بشكل أكبر، وسيكون مراجعة لما مر معنا في السنوات الماضية. وقبل الدخول في تفاصيل الدرس، أحببت أن أريكم أو أن أطرح أمامكم هذه الحكمة، والتي هي بعنوان الصديق المزيف كالظل، يسير معي في الشمس ويهجرني إذا حل الظلام. هذا القول هو للكاتب والشاعر الكبير جبران خليل جبران. تحمل هذه المقولة الكثيرة من المعاني المهمة والمفيدة في حياتنا، لأنها تعرفنا على الأصدقاء غير الحقيقيين الذين يتخلون عنا عندما نكون بحاجة إليهم. هذا يسمى الصديق المزيف. إذن هذا يسمى الصديق المزيف لأنه دائما يكون معك في أيام راحتك، ولكنه يهجرك ويتركك عندما تحتاج إليه. هذا لا يعد صديقا. فمن خلال هذه المقولة علينا أن نعرف كيفية اختيار الأصدقاء الحقيقيين الذين يقفون معنا في أيام الشدة، ولا يقفون معنا فقط في أيام الرخاء وأيام الفرح. نبدأ درسنا كالعادة من خلال تحديد الأهداف المتوقع تحقيقها من خلال الدرس، والأهداف هي أن يستذكر التلميذ كيفية صياغة الفعل المضارع، وأيضا يستذكر علامات رفع الفعل المضارع وعلامات بنائه، وعليه أن يعرف أيضا كيفية كتابة الواو في الفعل المضارع المفرد وكيفية كتابة الواو في آخر جمع المذكر السالم المضاف. طبعا نبدأ بدرسنا من خلال الأمثلة الآتية، فلنقرأ هذه الجمل الموجودة أمامنا. تقبل القاطفات على الكرمة، لا ينفر منها بل يستجيب لأناملها. سأرافق أصدقائي، نعمل معا في قطاف الزيتون، رحت أتجول بين الشجرات. فلنلاحظ هذه الكلمات الملونة: تقبل، ينفر، يستجيب، سأرافق، نعمل، أتجول. هذه الكلمات هل هي أسماء أم أفعال؟ طبعا هي أفعال، لأنها تدل على حدث معين، ولكن هل هذا الحدث حصل في الزمن الماضي أم أنه في الزمن الحاضر أو المستقبل؟ نلاحظ الفعل الأول، تقبل القاطفات على الكرمة. متى تقبل القاطفات على الكرمة؟ طبعا القاطفات اللواتي يقطفن الكرمة العنب.
متى تقبل القاطفات على الكرمة؟ هل تقبل في الزمن الماضي أم أنها الآن تقبل؟ هي تقبل الآن. طبعا الفعل هنا يدل على الزمن الحاضر، على الزمن الحاضر. الجملة الثانية: لا ينفر منها بل يستجيب لأناملها. لا ينفر، متى ينفر؟ في أي زمن ينفر؟ الآن أم في الماضي؟ طبعا الآن ينفر، والآن الآن يستجيب. أما في الجملة الثالثة: سأرافق أصدقائي. متى سأرافق أصدقائي؟ هل الآن سأرافقهم أم بعد قليل أو بعد فترة معينة؟ بسبب وجود السين هنا تجعل الفعل دالا على أي زمن؟ على زمن المستقبل، أو سواء أكان المستقبل قريبا أم بعيدا. أيضا نكمل في المثال التالي: نعمل معا في قطاف الزيتون. متى نعمل؟ نعمل الآن في قطاف الزيتون. رحت أتجول بين الشجرات. متى رحت أتجول؟ في أي زمن؟ في الزمن الحاضر رحت أتجول. إذن هذه الكلمات الملونة باللون الأحمر هي أفعال تدل على حدث معين. هذا الحدث يحصل إما في الزمن الحاضر كما حصل في هذه الأفعال، وإما في زمن المستقبل كما حصل في الفعل سأرافق. إذن ما نوع هذه الأفعال؟ ما الذي نستنتجه من خلال هذه الأفعال؟ أو ماذا نسمي هذه الأفعال؟ هي أفعال مضارعة. إذن هي أفعال مضارعة. طيب، هذه الأفعال المضارعة إذا أردنا تحويلها إلى الماضي، فلننظر مثلا إلى الفعل تقبل. في الماضي أقبلت، أقبلت في صيغة الماضي. كيف تحول هذا الفعل إلى صيغة المضارع؟ طبعا هو يبدأ بهمزة هنا. ماذا أضفنا على الفعل حتى أصبح في صيغة المضارع؟ نلاحظ أضفنا التاء هنا، طبعا حذفنا الألف هنا. فلنلاحظ الفعل ينفر، ما أصله في الماضي إذا أردنا إعادته إلى صيغة الماضي؟ نفر. إذن نفر في صيغة الماضي. ماذا زدنا على هذا الفعل حتى تحول إلى صيغة المضارع؟ زدنا حرف الياء. هنا أيضا الفعل يستجيب، إذا أردنا تحويله إلى الماضي استجاب، نصوغ منه المضارع من خلال زيادة حرف الياء. هنا أيضا الفعل سأرافق، طبعا السين ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل الفعل. الفعل في صيغة الماضي رافق. ماذا أضفنا عليه؟ أضفنا على أوله الهمزة فتحول الزمن إلى صيغة المضارع، أصبح الفعل أرافق. أيضا نعمل، كان الفعل في صيغة الماضي عمل أو عملنا إذا أردنا إذا أردناه معنى المتكلمين، فأيضا زدنا عليه النون، وهنا زدنا الألف تجول أتجول. إذن من أي فعل يصاغ أو كيف نصوغ الفعل المضارع؟ من أين أتينا بهذا الفعل المضارع؟ أتينا أو صغنا الفعل المضارع، صغناه من الفعل الماضي. ماذا زدنا عليه؟ زدنا عليه هذه الأحرف، إما التاء، إما الهمزة، الألف هنا، وإما النون. ماذا نسمي هذه الأحرف؟ تسمى هذه الأحرف
أحرف المضارع. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لأنها تحول الفعل إلى صيغة المضارع. إذن نستنتج أن الفعل المضارع هو كل فعل يدخل أو يدل على حدث أو حالة في الزمن الحاضر أي الآن، ويصاغ من الماضي الثلاثي بزيادة أحد أحرف المضارعة على أوله. هنا أحرف المضارعة الهمزة، نعمل النون، الياء والتاء. أحرف المضارعة هي الهمزة، النون، الياء والتاء، وقد جمعت في كلمة أنيت لتسهيل حفظها طبعا. أيضا الفعل المضارع يدل على زمن المستقبل إذا اتصلت به السين تسمى سين الاستقبال أو سوف. إذا اتصلت السين أو سوف بالفعل المضارع يتحول زمنه إلى مستقبل، نحو سأرافق أصدقائي بعد شهرين سوف يحل الشتاء. ننتقل الآن للحديث عن علامات رفع الفعل المضارع من خلال هذه الأمثلة الموجودة أمامنا. تقبل القاطفات على الكرمة، يستجيب العنقود لأنامل القاطفة، لا ينسى القروي إكرام الضيف، ترتمي الدوالي على التلال، الشباب يتجولون بين الكروم. هنا فلنلاحظ هذه الأفعال الملونة طبعا، تقبل، يستجيب، ينسى، ترتمي، يتجولون، كل هذه تعد أفعالا مضارعة. فلنلاحظ الفعل الأول، ما هي حركة آخر هذا الفعل؟ حركته الضمة. الفعل الثاني يستجيب، ما هي حركة آخر هذا الفعل؟ أيضا الضمة. هل سبق هذان الفعلان بإحدى أدوات النصب أو أدوات الجزم؟ بالتأكيد هذان الفعلان لم يسبقا بأي أداة، لا من أدوات النصب ولا من أدوات الجزم. إذن الفعل المضارع عندما لا يسبق بناصب أو جازم، يعني بحرف نصب أو حرف جزم، يكون مرفوعا. إذن يكون مرفوعا. وما هي علامة رفعه؟ عادة الضمة هي علامة الرفع الأساسية في الفعل المضارع. ضمة هنا ضمة، هل هي ظاهرة أم مقدرة؟ يمكننا أن نراها أم لا؟ بما أننا نراها موجودة أمامنا في آخر الفعل أو على الحرف الأخير من الفعل، فتكون الضمة ظاهرة. إذن الضمة الظاهرة هي علامة رفع هذين الفعلين. طبعا نعيد ونذكر أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم. ننتقل إلى الجملة الثالثة، لا ينسى القروي إكرام الضيف. هنا الفعل المضارع سبق بلا، ولكن هل هذه اللا هي حرف جزم؟ هل هي لا ناهية؟ بالتأكيد لا، هذه الأداة تسمى حرف نفي، وحرف النفي لا يؤثر في علامة رفع الفعل المضارع. هنا
الفعل المضارع ينسى أيضا هو مرفوع بما أنه لم يسبق بناصب أو بجازم، ولكن فلنلاحظ الحرف الأخير الموجود هنا الذي هو الألف المكسورة. هل يمكن أن تظهر على أو يمكن أن تظهر الضمة على هذا الحرف؟ بالتأكيد لا، فتكون هنا علامة الرفع هي الضمة، هي الضمة المقدرة. أين هي مقدرة؟ الضمة المقدرة على الألف، هنا على الألف. لماذا؟ للتعذر. ما معنى التعذر؟ لتعذر ظهور الضمة على هذا الحرف. الضمة المقدرة للتعذر، إذن الضمة المقدرة للتعذر. تعذر قلنا يعني عدم إمكانية ظهور هذه الضمة على الحرف. ننتقل إلى المثل الرابع، ترتمي الدوالي على التلال. أيضا هذا الفعل لم يسبق لا بأداة نصب ولا بأداة جزم، وهذا الحرف هذا الفعل ينتهي بحرف الياء. هل يمكنني أن أضع ضمة فوق حرف الياء؟ هل يمكنني أن ألفظ الفعل بهذا الشكل، ترتمي الدوالي على التلال؟ نلاحظ أن هناك ثقلا في اللفظ عند وجود الضمة هنا، فتكون علامة الرفع هنا الضمة أيضا المقدرة، ولكنها على ماذا؟ ليست على الألف للتعذر، إنما على الياء، على الياء ضمة مقدرة على الياء للثقل. لماذا للثقل؟ لثقل اللفظ، للثقل، ضمة المقدرة على الياء للثقل. المثال الخامس، الشباب يتجولون بين الكروم. الفعل يتجولون إلى أي نوع من الأفعال ينتمي؟ أو ما الذي اتصل بهذا الفعل؟ الواو ونون. ماذا نسمي الفعل المضارع الذي تتصل به الألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة؟ نسميه من الأفعال أو يكون من الأفعال الخمسة. نلاحظ هنا اتصلت به واو الجماعة. ما هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة؟ علامة الرفع في الأفعال الخمسة طبعا كلكم تعرفون أنها ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن هنا علامة الرفع ماذا؟ أو ما هي علامة الرفع؟ علامة الرفع هي ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن ماذا نستنتج؟ ما هي علامات رفع الفعل المضارع؟ إذن علامات رفع الفعل المضارع هي الضمة الظاهرة، الضمة المقدرة على الألف للتعذر، أو الضمة المقدرة على الياء للثقل. وإذا كان من الأفعال الخمسة تكون علامة رفعه ثبوت النون. ننتقل الآن للحديث عن علامات بناء الفعل المضارع من خلال أمثلة جديدة. فلنلاحظ هنا المثال الأول، نلاحظ المثال الأول، القاطفات يقبلن على العمل باكرة. سأرافقن العمال في موسم القطاف. سأرافقن قاطفات العنب. فلنلاحظ الفعل، يقبلنا، والفعل سأرافقن وسأرافقن. ما الذي اتصل بهذا الفعل يقبلنا؟ أو أين ينتهي الفعل
يعني آخر حرف أصلي من حروف هذا الفعل المضارع هو اللام. يقبل. ماذا نسمي هذه النون التي اتصلت به؟ تسمى نون النسوة. نون النسوة تدل على الإناث، طبعا على جمع الإناث. نون النسوة. تسمى نون النسوة. في المثال التالي، سأرافقن العمال في موسم القطاف. أيضا أين ينتهي هذا الفعل؟ عند حرف القاف. ما الذي اتصل به؟ اتصلت به نون، نلاحظ نون مشددة مفتوحة. ماذا تسمى؟ تسمى نون التوكيد الثقيلة. تسمى نون التوكيد الثقيلة، طبعا لأنها ثقيلة في اللفظ ولأنها مشددة طبعا. أيضا المثال الأخير، سأرافقن قاطفات العنب. هنا سأرافقن أيضا أين ينتهي الفعل؟ ينتهي الفعل عند حرف القاف. اتصلت به هذه النون الساكنة. ماذا تسمى هذه النون؟ تسمى نون التوكيد الخفيفة. ما معنى خفيفة؟ أي أنها ليست مشددة، يعني خفيفة في اللفظ. ننتقل إلى الجزء الثاني أو إلى الجدول الثاني هنا من الأمثلة. القاطفات لم يقبلن على العمل باكرة. ما الذي سبق الفعل يقبلن؟ نلاحظ أنه سبق بلم. لم هي أداة جزم. وفي المثال الثاني هنا أيضا سبق الفعل المضارع بلن التي هي أداة نصب، وفي المثال الأخير أيضا سبقت بلن. لن هي أداة نصب ولم هي أداة جزم. ولكن السؤال المطروح هنا، هل تغير الفعل أو تغيرت علامة الفعل آخر الفعل الأصلي عندما دخلت عليه إحدى أدوات الجزم أو أدوات النصب؟ نلاحظ أنه بقي كما هو، يعني يقبلنا في الجهة الأولى بقيت يقبلنا عندما سبق الفعل بأداة الجزم. سأرافقن في الجهة الأولى بقي هذا الفعل بنفس الشكل وبنفس علامة الإعراب عندما سبق بأداة نصب، وأيضا في المثال الأخير بنفس الطريقة بقيت الفتحة حتى عندما سبق بحرف النصب، يعني لم تتغير هذه العلامة. هنا ماذا نستنتج؟ ماذا نسمي الفعل الذي لا تتغير حركة آخره إذا سبق بحرف الجزم أو بحرف النصب مثلا، أو إذا يعني سبق بعامل معين، إذا بقي على حاله ماذا نسميه؟ نسميه مبنيا، يعني يسمى الفعل نقول عنه فعل مضارع مبني. واضح؟ نقول بأن هذا الفعل مبني. ما معنى مبني؟ يعني لا يحافظ على نفس الحركة، نفس علامة الإعراب مهما كان الشيء الذي يسبقه، يعني لم يتأثر لا بأداة النصب ولا بأداة الجزم، بل حافظ على نفس الصيغة. يعني يعرب هنا الفعل مثلا يقبلنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون طبعا النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وأيضا في الجهة المقابلة هنا بنفس الطريقة يبقى الإعراب. الجملة الثانية هنا، سأرافقن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد هنا ثقيلة لا محل لها من الإعراب. وفي الجهة المقابلة لا يتغير الإعراب حتى لو سبق بأداة نصب.
وفي المثال الأخير سأرافقان أيضا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، الخفيفة يعني غير مشددة. هنا يبقى السؤال المطروح، متى يكون الفعل المضارع مبنيا؟ متى يبنى الفعل المضارع؟ كيف نعرف بأن هذا الفعل المضارع هو فعل مبني؟ نعرفه عندما تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيف. هنا الاستنتاج الذي وصلنا إليه، إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع فعل معرب تتغير حركة آخره، يعني عندما نقول عن الفعل المضارع بأنه فعل مرفوع أو منصوب أو مجزوم، يعني هنا تتغير علامة إعراب الفعل المضارع بحسب ما يسبقه، يعني يتأثر بما يتصل به. هنا كما قلنا سابقا يرفع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، نحو تقبل القاطفات على الكرمة. وما هي علامات رفع الفعل المضارع؟ الضمة الظاهرة، الضمة المقدرة للتعذر أو للثقل، وثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمس. وكما قلنا قبل قليل بناء الفعل المضارع، يعني يبنى الفعل المضارع، يكون مبنيا على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، نون الإناث يعني نون النسوة، نحو القاطفات يقبلن على العمل، على العمل باكرة. ويبنى أيضا على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيف. بما أننا نتحدث عن الفعل المضارع، ننتقل سريعا إلى درس صغير في الإملاء، أو إلى قاعدة إملائية صغيرة، وهي كتابة الواو في الفعل المضارع المفرد وجمع المذكر السالم. فلننظر إلى هذه الأمثلة. يرنو الطفل ببصره إلى السماء، يرجو المجد النجاح في عمله، يدنو المتباري من القمة. فلننظر إلى الفعل يرنو ويرجو ويدنو. هذه الأفعال الثلاثة هي أفعال مضارعة. نلاحظ في أي صيغة، هل تدل على المفرد أم المثنى أم الجمع؟ تدل بالتأكيد على المفرد، وذلك من خلال الفاعل، يعني نرى الفاعل هنا الطفل، المجد والمتباري. فلنعد إلى طبيعة هذا الفعل. بماذا ينتهي الفعل يرنو؟ ينتهي بحرف الواو، ويرجو ينتهي بحرف الواو، ويدنو أيضا ينتهي بحرف الواو. السؤال المطروح هنا، هل هذه الواو هي من أصل الفعل أم أنها زائدة أو أنها متصلة به ويمكن حذفها؟ الفعل يرنو طبعا أصله رنا، ينتهي بألف طويلة، هذه الألف تقلب إلى الألف الطويلة، تقلب إلى واو، إلى واو عندما يحول إلى المضارع، يعني هذه الواو الموجودة في هذه الأفعال هي واو أصلية من أصل الفعل، إذن ليست واو الجماعة. يعني هل هناك أي داع لأن نضع الألف الفارقة أو أن تتصل به الألف الفارقة هنا؟ بالتأكيد ليس هناك أي داع لذلك. لماذا؟ لأن هذه الواو ليست واو الجماعة، إنما هي من أصل الفعل. ما نريد تأكيده هنا، إذا كانت الواو من أصل الفعل عندما يكون الفعل المضارع
في صيغة المفرد، يعني يدل على مفرد، فلا توضع أو لا نضع الألف الفارقة بعد هذه الواو. هذا بالنسبة للفعل. أما في الجهة المقابلة، فلاحو الحقل عمال نشيطون، بنو لبنان إخوان، صانعو الحلوى يتقنون عملهم. نلاحظ كلمة فلاحو وبنو وصانعو، هذه الكلمات هل هي أسماء أم أفعال؟ بالتأكيد هي أسماء وتعرب مبتدأ طبعا، لأنها بدأت أو جاءت في أول الجملة، وهنا الجملة طبعا اسمية، والجملة الاسمية تبدأ بمبتدأ. هنا هذه الواو أو ما أصل كلمة فلاحو قبل أن تضاف إلى الحقل؟ أصلها فلاحون، فلاحون. كلمة فلاحون في أي صيغة؟ في صيغة الجمع من مفرد فلاح، يعني فلاح في صيغة الجمع فلاحون. هذا الجمع ماذا نسميه؟ نسميه جمع مذكر سالم. أيضا بنو أصلها هنا بنون أيضا، وصانعو أصلها صانعون قبل أن نضعها في هذه الجملة، وأيضا هنا أصلها صانع. هنا فلنركز على هذين المثلين، فلاحون وصانعون أو صانعون طبعا قبل أن توضع في جملة مفيدة وتضاف. إذن هذه الواو هل هي واو الجماعة أم هي واو جمع المذكر السالم موجودة في كلمة فلاحون؟ بالتأكيد هي واو الجمع، واو جمع المذكر السالم. هنا لماذا حذفت هذه النون الموجودة بعد الواو فلاحون؟ قلنا فلاحو الحقل. لماذا؟ لأن هذا الاسم أو هذا المبتدأ، هذا الاسم أو هذا المبتدأ جاء مضافا لما بعده. إذا أضيف جمع المذكر السالم لما بعده أي كان إعراب ما بعده مضافا إليه تحذف النون. بما أن هذه الواو ليست واو الجماعة، إذن هي واو الجمع، فلا يمكننا أيضا أن نضع الألف الفارقة هنا، لا نضعها لا بعد واو جمع المذكر السالم المضاف ولا بعد واو الفعل الأصلية التي تكون من أصل الكلمة في المضارع. نستنتج هنا، تكتب الواو التي هي حرف علة من أصل الفعل، إذا كانت من أصل الفعل في آخر المضارع، ولا تزاد بعدها الألف الفارقة. الألف الفارقة تزاد بعد واو الجماعة، وهذه الواو الموجودة في هذه الأفعال هي واو أصلية، ولا يمكن أن نضع بعدها الألف الفارقة. تحذف النون طبعا من آخر جمع المذكر السالم المرفوع المضاف، قلنا المضاف يعني يضاف إلى ما إلى الكلمة أو إلى الاسم الذي يأتي بعده فيكون مضافا إليه. لا تزاد بعد الواو علامة الجمع ألف الإطلاق، نحو فلاحو الحقل نشيطون، يعني بعد واو جمع المذكر السالم لا نضع الألف الفارقة. طبعا الألف الفارقة أين تأتي؟ الألف الفارقة تأتي بعد واو الجماعة في الفعل الماضي وفي الفعل الأمر والمضارع المنصوب والمجزوم. هذا كان درسنا، على أمل أن يكون قد أو أن يكون سهلا بالنسبة إليكم، وشكرا لكم.